بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلاب جريد 6، معكم مستر فاطر الغيطي من قناة زكي الإحسان ومس. النهاردة إن شاء الله هناخد أول فيديو من ريفيجن منهج شهر أبريل، يا رب تكونوا تستفادوا بيه وأنا أقدر يعني أزود لكم معلومات وأقدر ألم لكم المنهج بتاعكم بإذن الله وبطريقة سهلة. فيا ريت بس تركزوا معايا وإن شاء الله هتستفاد قوي، وإن شاء الله هلم لك المنهج كله مع بعض الأسئلة ديت، وهتلاقي رابط المذكرة ديت موجودة في وصف الفيديو. هنا بيقول لي the surface area of the circle. surface area of the circle طبعا احنا عندنا القوانين لازم نحفظها، اللي هي كانت بتقول باي ار سكوير. باي ار سكوير يبقى surface area، الاريا بتاعت السيركل equals the rule بتاعتها باي ار سكوير، اما circumference equals كانت باي تايمز دي، يا اما 2 باي ار 5 multiply 5 power 2، وعايز هنا بالباورز. خلي بالك ان هنا ال 5 هنا باور 1، وقلنا في المالتبلاي البيسز ديت بناخد منها بيس واحده، والباور دي بنعمل لهم سم، يعني 1 plus 2 equal 3 بقت 5 باور 3. 5 ايه؟ باور 3. طب هنا بيقول لي 2 باور 6 multiply 2 باور 2 divide 2 باور 7. هنا 2 هنا 2 هنا 2 برضه هناخد منهم ايه؟ 2 واحده في البيسز. وهنا في الباور في المالتبلاي هنا الباورز اللي بنعمل لهم سم، وفي الديفايد ما تنساش ان احنا بنعمل سبتراكت. يبقى في المالتبلاي الباورز بنعمل لهم سم، وفي الديفايد بنعمل لهم سبتراكت. 6 بلس 2 ايكوالز 8، 8 ماينس 7 ايكوالز 1، وال 1 ما بتتكتبش هتبقى 2. If the total area of cube is 24 سنتيمتر سكوير then it's the volume. عايزين الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الكيوب. بص يا معلم، انت عندك هنا بيقول لك التوتال اريا، اولا هو عايز الفوليوم، يعني لما مسائل زي ديت ممكن انت تتلخبط فيها وتحس انك تايه كده، تمام؟ فانت ممكن تقسم الكراسه نصين كده وشوف هو عايز ايه. انا عايز الفوليوم. هو عايز ايه؟ انا عايز الفوليوم. كانت الفوليوم ايكوال زي بتاعت الترم الاول، لينس ملتبلاي لينس ملتبلاي لينس سايد لينس ملتبلاي سايد لينس ملتبلاي سايد لينس، تمام؟ طب انا هنا ما عنديش السايد لينز، يبقى انت ما فيش قدامك الا انك تجيبه من عند الاريا. توتال اريا، التوتال اريا اكتب الرول بتاعته اللي هي 6 الباور 2 ايكوالز 24. وهنا بنعمل ايه؟ 24 ديفايد 6، بنعملها ديفايد. 24 ديفايد 6 طبعا دي ايكويشن كان المفروض تاخدها في يونت 2، هتاخدها ان شاء الله الشهر الجاي. يبقى 24 ديفايد 6، او ممكن تقول لنفسك 6 تايمز a ايكوالز 24. ال ده كانها مجهول دوتس كده مثلا. 6 ملتبلاي الباور 2 ايكوالز 24 هتكون ايكوالز ال باور 2 هتكون ايكوالز 4. طب انا عايز ال ال دي ال باور 2 دي عباره عن ال ملتبلاي ال ال باور 2 دي عباره عن ايه؟ ال ملتبلاي ال، يعني a تايمز a ايكوالز 4 2 باي 2، يعني هناخد 2 واحده اللي هي 2 سنتيمتر. هتبقى ايه؟ 2 سنتيمتر. يبقى هنا 2 multiply 2 multiply 2 equals 8 سنتيمتر is cubic. يبقى انا ما فيش قدامي غير اني اجيب السايد لينس منين الا من التوتال اريا. التوتال اريا يبقى لازم اعمل ديفايد 6، طلعت لي ال باور 2 equals 4. طب انا عايز السايد لينس، يبقى 8 تايمز a equals 4 هتبقى 2 باي 2. طب هنا بقول النيجاتيف 3 اول باور 3 بلس نيجاتيف 3 اول باور 2. ما تقوليش بقى مستر هناخد منها هنا نيجاتيف 3 من البيسز ديت و3 بلس 2 ايكوالز 5. غلط. ليه؟ ما هي مستر موجوده ايه في التشوز. غلط يا حبيبي، الكلام ده في الملتبلاي. اما ده بلس، معنى يكون بلس او ماينس يبقى انت لازم تحل كل الترم لوحده. نيجاتيف 3 باور 3، النيجاتيف هنا باور اود، فالنيجاتيف لازم تكون معايا في الريزلت. و3 باور 3 ايكوالز 27. هنا نيجاتيف باور ايه؟ باور ايفن، فهتبقى بوزيتيف، يعني النيجاتيف وتتشال يعني ولا كانها موجوده، فهنا هيبقى بوزيتيف. و3 باور 2 يعني 3 باي 3 ايكوالز 9. نيجاتيف 27 بلس 9 هتبقى هنا هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، الساين هنا ديفرنت، فهنعمل سبتراكت. هيبقى نيجاتيف وبوزيتيف هنعمل سبتراكت، هيبقى نيجاتيف 18. نيجاتيف 18. The additive inverse of negative 1 all power 99. Additive inverse negative 1 or all power 99.
النيجاتيف هنا باور اود ولا ايفن اود، يبقى لازم يكون معايا هعمل اوت بوت للنيجاتيف، وال1 باور 99 هيبقى 1. هل يا ترى دي الاجابه؟ لا. ليه؟ لان انا عايز الاداتيف انفرس، يعني عكس الساين، بدل ما هي نيجاتيف 1 هتبقى بوزيتيف 1. دي هنا 7 باور 5 اوفر 7 باور 4. هنا في ديفايد، هناخد 7 واحده، 5 ماينس 4 ايكوالز 1، هنعمل هنا سبتراكت لان دي ديفايد، وال1 ما بتكتبش، بلس ال1 ديت هتكون ايكوالز 8. حد مثلا يقول لي يا مستر انت تعب نفسك ليه؟ ما انا ممكن اعملها على الكالكوليترز واخلص، امسك الاله الحاسبه واطلع الريزلتس بتاعتي وخلاص، اوجع في دماغي ليه؟ برضه نفس الكلام اللي بقوله في كل فيديو. انت يا حبيب قلبي اهم ترم عندك هو الترم التاني ده، انك لازم تاخد المنهج بتاعك. قال له يا مستر كل الاساتذه بيقولوا كده، لازم تاخد المنهج بتاعك ومنهجك وما اعرفش ايه وبلا بلا بلا وكله هيترمى. لا، سنه سته بالذات في الترم التاني هو تاسيس لاولى اعدادي، تاسيس لاولى اعدادي، انك ما تعودتش من دلوقتي تعمل كل حاجه بايدك وتعرف دي جت ازاي ودي باور 2 يعني معناها ايه ودي نيجاتيف باور اود ولا ايفن، يبقى انت كده هتضيع في الاعدادي، هتضيع. والمدرس في الاعدادي مش هيرجع لك ويعلمك الاساسيات، استحاله استحاله، الا انك بقى جبت مدرس خصوصي بقى عندك في البيت، وتلاقي نفسك متاخر عن زمايلك. A cube of total area 150 سنتيمتر سكوير then the length of its edge its edge length. هنا جايب لي ايه التوتال اريا، حاضر الايدج لينس اللي هو ال، هكتب التوتال اريا اللي هو بيقول لي 6 ال باور 2 ايكوالز، وقال لنا 150، حاضر هنقول 6 تايمز زي يديني 150 او 150 باي 6، يعني اقول له هنا 150 ديفايد 6 تكون ايكوالز ل 25، ال باور 2 ايكوالز كام؟ 25. انا عايز الايدج لينس اللي هو ال واحده وزعها ال باي ال، يعني ايه باي ايه يديني 25، هتبقى 5 باي 5. نيجاتيف 3 اول باور 2 نيجاتيف باور ايفن، ولكن انما موجوده 3 باور 2 يعني 3 باي 3 ايكوالز 9. ال 9 هنا سمولر ذان مين، يعني هنا في واحد اكبر من ال 9 واضح قوي وباين قوي. قلت له يا مستر 2 باور 3 2 باور 3 اديني 8، 3 باور 3 3 باي باور 3 يعني 3 باي 3 باي 3 ايكوالز 27 فعلا 27. قلت له 8 عندي هنا نيجاتيف، بس النمبر يطلع بالنيجاتيف والنيجاتيف ما هوش اكبر من البوزيتيف. A cube its lateral area 36 سنتيمتر سكوير then its volume، لسه حلينا من شويه، انا عايز الفوليوم، الفوليوم equals edge length multiply edge length multiply edge length. ما عنديش الedge length هجيبها منين؟ من عند lateral area. lateral area equals 4l power 2 equals 36. هنعمل بقى 36 divided 4 يبقى l power 2 equals ال 9، هو عايز ال l. ماشي شكرا، شو مش عايز والله. ال باور 2 عباره عن ال ملتبلاي ال، ماشي ماشي حاضر حاضر هنزل اشتريها. يبقى 9 3 باي 3 ايكوالز ال 9، هناخد ال هنا بايه؟ ب 3. يبقى هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 هيكون ايكوالز 27. 9 باور 2 يعني 9 باي 9 ايكوالز 81. نيجاتيف هنا باور ايفن هنشيله نعمله ديليت، و 3 باور 4 يعني 3 باي 3 باي 3 باي 3 هتكون ايكوالز 81. جيت ازاي يا مستر؟ اهو 3 باي 3 باي 3 باي 3 دول يدي 9 ودول يدي 9، 9 باي 9 ايكوالز 81. يبقى نحط في الاخر ايه؟ ايكوال. A cube shaped box box على شكل كيوب without a light، يعني without a light يعني من غير غطاء، من غير غطاء، معاك صندوق بس من غير غطاء. has not faces، عنده كم فيس؟ الله على السؤال، الله على السؤال، عنده كم فيس؟ 5 فيسز. مش معنى هو اصلا زي الاوضه بتاعتك مثلا انت قاعد فيها دي، الاوضه فيها كم حيطه؟ تقول لي 4. طيب يا ابني فيها 6. لا بس 4 يا ابني، هي 6 يا مثلا، ما تعرفش الاوضه اللي احنا عايش فيها انا عارف 4. لا هم 4 حواليك والسقف والارض، يبقى كده كلهم على بعض 6. طب هنا بقى هنفترض الاوضه اللي انت قاعد فيها دي من بهو كده من غير سقف، يبقى انت كده عندك محيطه 5. وخلي بالك منها عشان جاي عليها سؤال كمان شويه. A cube of side length 4 سنتيمتر then its lateral area، عايز ايه؟ عايز اللاترال اريا الجوانب. 4 ال باور 2 يبقى 4 ملتبلاي ال ال عندي، اه ده قال لي side length اهي ب 4، ربنا يبارك له، هتبقى في الاخر ب 64.
هنا في الديفايد بنعمل سبتراكت الباورز، هنعمل ناخد بيسز واحد هي 2 و11 ماينس 8 ايكوال 3، 2 باور 3 ايكوالز 8. نيجاتيف 5 باور 2 ملتبلاي 2 باور 5. اوه ايه؟ اوه ايه يا ابني في ايه؟ هنا في الباورز هنا شبه بعض بس في البيسز هنا مختلفين عن بعض. طب يعني؟ لا يعني الباورز هنا ناخد منها واحد 2 واحده يعني مثلا مش نعمل بلس، لا 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 عشان شبه بعض بناخد منهم واحد. ما دام الاثنين اللي تحت دول ديفرنت، نيجاتيف 5 باي 2 ايكوالز نيجاتيف 10. نيجاتيف 10 باور 2. تقول لي يا مستر مش موجوده هنا، ما هي النيجاتيف ديت باور ايفن مالهاش اي 30 لازمه. يبقى 10 باور 2 اهي. The lateral area of cube is 324 سنتيمتر سكوير. Then area of one face. تعالى كده بس انت عارفين يعني ايه area of one face الاول بس قبل ما نشتغل في الحلبسه دي؟ area of one face يعني ال باور 2. area of one face يعني ايه؟ ال باور 2. تاني كده ال اريا اوف 1 فيس يعني ايه؟ ال باور 2. وعايز هنا اللاترال اريا اللي هي الايه؟ 4 ال باور 2 ايكوالز النمبر اللي هو جايبه لي ده 324. وزي ما قايل لك من شويه هنعمل ده ديفايد ده الكبير على الصغير، يبقى 324 ديفايد ال 4 81. بقت ال باور 2 ايكوالز الايه؟ 81. 81 سنتيمتر سكوير مش سنتيمتر، عشان انت بتطلع هنا ايه؟ باور 2 اريا يعني. شفت بقى؟ يبقى area of one face ما تنساش بالله عليك هي ال باور 2 اللي موجوده في القانون. وعلى فكره ممكن يشتغلك شويه يوم قايل لك ايه area of one face، وهتيجي برده كمان شويه area of one face. area of one face هي area of one base، هي equals ال باور 2. السؤالين دول بقى برده مهمين قوي ومش اي حد يحلهم، مش اي حد يحلهم. ليه؟ هقول لك ليه. الطالب يوم قايل لك ايه؟ اه نيجاتيف 4 باور 2 نيجاتيف هنا باور ايفن، يبقى ديت نشيل النيجاتيف و4 باور 2 ايكوالز ايه 16، هنا 16 وهنا 16 هنحط ايكوال. غلط غلط. ليه؟ لان النيجاتيف ديت ما هياش تبع النمبرز. لا يا مستر تبعها ازاي؟ والله ما هي تبعها. ال4 اللي هي تبع الباورز ال2. لو كانت النيجاتيف عايز يقول لك ان هي تبعها تبع الباور 2 كان حطوه في براكت زي دي كده. شوف هنا برضه نفس الفكره. اما هنا جايبها لك من غير براكت، معنى كده ان الباور 2 ديت على الفور بس. طب النيجاتيف لا ده حاجه ثانيه لوحدها كده مع نفسها. يبقى معنى كده ان الريزلت لازم يطلع لي فيه نيجاتيف. و4 باور 2 ب 16. نيجاتيف 16 و 16 هيكون ده البيجر. شوف دي بقى دي اللي هتطلع ب 16. النيجاتيف هنا باور ايفن مالوش اي 30 لازمه، ولا مع السلامه انت سكه السلامه. وهنا 16 وهنا 16 نحط هنا ايه؟ ايكوالز. خلي بالك the area of the circle equals by r square by r square the total of cube. total يعني كل الحوايط اللي في الاوضه بتاعتك هيكون 6 multiply area of one face. the additive inverse of negative 5 all power 2. اطلع الاول الريزلت بتاع ديت نيجاتيف باور ايفن مالهاش اي 30 لازمه، 5 باور 2 هيكون ايكوالز 25. هروح يا مستر استنى استنى ايه؟ انت مش شايف اداتيف انفرس؟ اداتيف انفرس يبقى يجي لازم تعكس الساين بقى تكون نيجاتيف 25. If the area of one face of the cube is 9 سنتيمتر سكوير then it's a total surface area. عليك هو عايز ايه؟ ايه؟ ابدا من عنده. هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عامل زي واحد مثلا بيقعد يجعر يجعر ويعلي صوته وفي الاخر انت عايز ايه؟ ايوه كده برضه في المساله دي، انت عايز ايه؟ قال انا عايز التوتال سيرفيس اريا. حاضر. التوتال 6 ال باور 2. ال 6 اهي ملتي بلاي، ال باور 2 عندك؟ او ال هنشوف كده. اف ذا اريا اوف 1 فيس اوف ذا كيوب 9 سنتيمتر. شوف 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 يعني تاج السيره يا لطيف. 9 9 ايه؟ ما هي الاريا اوف 1 فيس ب 9. اريا اوف 1 فيس بايه؟ ب 9. يعني ايه؟ يعني ال باور 2 ديت هي اللي ب 9. طب نحطها باور 2 بقى؟ لا ما هي اريا اوف 1 فيس يعني ال باور 2 لسه قايل لك من شويه. اريا اوف 1 فيس هي ال باور 2 ب 9.
وحتى هنا باور 2 اهيت، باور 2 اهيت يعني ما تحطلاش باور 2، هي محطوطه باور 2 خلاص، محطوطه باور 2 بتاعت بلدها، بوهي بلدها، ما خلاص بقى سيبها زي ما هي بقى. 54 يبقى ايه 54 2 باور 3 بلس 2 باور 2 زي ما قلت لك بلس، هتحل كل ترم لوحده. 2 باور 3 ايكوالز 8 بلس 2 باور 2 ايكوالز 4، 8 بلس 4 ايكوالز 12. The number of faces of the cube equals not faces، عنده كم فيس؟ الكيوب عنده كم فيس؟ 6 faces in the shape of a square. A cube its volume 1000 centimeter cubic، then its lateral area. تعالى شوف هو عايز ايه؟ lateral area. حاضر 4 ال باور 2 يعني 4 multiply ال ال ما عنديش ولا ال ال باور 2 ولا ال ال، بس جايب لنا فوليوم. اللي كان متابع معايا من الترم الاول اقدر اقول لك كنا بنقول لما يجي يقول لك فوليوم، حتى هنا لو تلاحظ هنا جايب لك نمبر هنا وجايب لك سنتيمتر كيوبك كده، لما يجيب فوليوم بنعمل على الكالكوليتر شيفت وسكوير روت وبنكتب النمبر اللي جابه لي بيديني تن. ده الايدج لينث يا باشا، لما اجيب لك فوليوم بنعمل ايه؟ شيفت سكوير روت وبنضغط على ايه؟ 1000. هي اديني هنا ايه؟ 10. هيبقى 10 وخلي بالك ان هنا ايه؟ باور 2. هيطلع لك في الاخر 400 سنتيمتر سكوير. تمام كده؟ تمام. قشطه؟ قشطه. نيجاتيف 11 اور باور 0. باور 0. نيجاتيف 11 باور 0. يديني 1. يا مستر نيجاتيف 1 1 1 1 اي حاجه باور 0 بون، حتى لو كانت نيجاتيف يديني 1. وهنا ناتشورال. وهنا ايه؟ ناتشورال. ال1 موجود في الناتشورال؟ ايوه موجود بلونج. ما حدش يقول لي سبست عشان في هنا البراكت، لا طبعا. A circle its circumference 88 centimeters in its radius. لما يجيب لك السيركمفيرنس خد القاعده بالله عليك. بالله عليك. لما يجيب لك يقول لك سيركمفيرنس وعايز الريدس او الدايمتر دايما تعمل ديفايدد باي. على طول كده. من ما تتفهمش. جاب لك السيركمفيرنس بتاعت السيركل وجاب لك لا فاليوز ديفايدد باي على طول. على طول ديفايدد باي. يبقى 88 ديفايد 22 اوفر 7 هتطلع ب 28. 28 يبقى اختار 28 غلط. ليه طيب بس الله؟ لان اللي انت طلعته ده الدايمتر بكام؟ ب 28. طيب ما ده مطلوب. لا وقال لك انا عايز الراديوس. يبقى انت لازم تعمله ديفايد 2. اديني 14 سنتيمتر. يديك ايه؟ 14 سنتيمتر. تمام كده؟ تمام. A cube without a line of edge length 3 سنتيمتر then its total area. لسه قلت لك من شويه اتقابلنا total area، ما تقوليش بقى 6 ال باور 2 5 ال باور 2 ليه؟ ما هو قال لك هنا without a line، ما عندوش line، ما عندوش غطا، ما عندوش سقف. يبقى 5 multiply ال ال اللي هو 3 باور 2 3 باور 2 9 multiply 5 هيكون equals 45 سنتيمتر. The lateral area of the cube equals area of one face multiply lateral area هيكون 4. A circle with radius length is 1 centimeter then its area. الاريا بتاع مين؟ circle. area بتاع circle هي equals by r square. ال r هي 1 1 power 2 هي 1. يبقى الريميندر عندك هيكون ايه؟ by. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ by. طيب هنا 2 باور 5 ديفايد 2 باور 5 ايكوال 3 باور، يا نهار ابيض المساله شكلها عادي. 2 باور 5 ديفايد 2 باور 5 هو نفس النمبر. 2 باور 5 ديفايد 2 باور 5 هو نفس النمبر يديك ايه؟ 1. يبقى 3 باور ايه يديك 1؟ 3 باور 0 هتكون 3 باور 0. A circle with radius length 14 سنتيمتر then the surface area of this circle. الاريا باي ار سكوير. الباي ب 22 اوفر 7 ملتبلاين ار للراديوس 14 باور 2. وتشوف بقى الريزلت اللي هيطلع لك كام.